الحمد لله على فضله وآلائه، والصلاة والسلام على صفوة أنبيائه. جمهورنا الكريم، جمهور قناة إقرأ الفضائية، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مساءكم. أجدد بكم الترحاب في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. اسمحوا لي في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وضيفنا الدائم في العرجون القديم. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله. مشاهدين الكرام، عنوان حلقة هذا المساء: قرآنا عربيا نفيء فيه إلى سورة يوسف، لنعيد قراءة آياتها تاريخيا ولغويا وفقهيا. ما البئر وما البشرى وما الدلاء؟ ما الكفالة في القرآن والسنة وعند الفقهاء؟ ما الرؤيا وما سرها في خبر الأنبياء؟ كل تلك التساؤلات مشاهدين الكرام ومزيد من الإضافات إن شاء الله سنقف معها في هذه الحلقة المباركة. فأهلا ومرحبا بكم في العرجون القديم. فضيلة الشيخ، بداية وفي مطلع هذه الحلقة، نود أن تحدثنا عن علاقة العنوان بمحاور اللقاء. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فإن آيات هذا اللقاء تتحدث أو مقتبسة من سورة يوسف، فسنقف كما بينتم في المقدمة على بعض منها. ولما كان جل ذكره وعز شأنه قد قال في مستهل هذه السورة المباركة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأخذنا العنوان من هذا الباب، أن قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا في أول سورة يوسف، ثم بعد ذلك تتابعت أحداث قصة هذا النبي الكريم، فحتى لا يكون العنوان على جزئية واحدة دون سواها، أخذنا هذا العنوان من باب قوله جل شأنه قرآنا عربيا، لعل الله عز وجل أن يمكن لنا أن نبين بجلاء ما نريد إيصاله للإخوة المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى. قال تعالى فضيلة الشيخ: وأسروه بضاعة. الحديث عن هذا الموقف من المواقف الجمة التي لقيها يوسف عليه السلام. نعم، نبي الله يوسف لقي مواقف جمة وأحداث متتابعة. قال أصدق القائلين: وأسروه بضاعة. قبلها قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدرى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الجزء الذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء. الله عز وجل أخبر قبل ذلك عن فضل هذا النبي الكريم وتعلق أبيه به حتى اتمر عليه إخوته في الخبر المعروف وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب بئر غير مطوية، واختلف هل هذه البئر أصلا في طريق الركبان، في طريق المسافرين، أم في غير طريق المسافرين. أيا كان الحال، مرت عليها قافلة. قال أصدق القائلين: وجاءت سيارة. لفظ سيارة ورد في القرآن ثلاث مواضع. قال الله عز وجل في المائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال جل وعلا في هذه السورة الكريمة: يلتقطه بعض السيارة. وقال هنا في نفس السورة: وجاءت سيارة فأرسلوا وارده. لفظ سيارة من حيث الصناعة النحوية الصرفية يسمى اسم جمع، يسمى اسم جمع لا مفرد له من جنسه. هذا الركب مروا، قيل إنهم من خزاعة. إذا قلنا إن من خزاعة، إذن هم من بني إسماعيل عرب، وإن قلنا إنهم من غير خزاعة يكون الله أعلم بحالهم ركبان من غير العرب. مر هؤلاء على تلكم البئر. قال رب العزة: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. والمعنى أن تلك الرفقة، تلك الجماعة، لم تأتي إلى البئر مباشرة، وإنما أناخوا مطاياهم جانبا، ثم أرسلوا خدمهم، حشمهم، غلمانهم، يريدون الماء حتى يطوهم بالماء. فهذا المعنى: وجاءت سيارة فأرسلوا، أي أصحاب القافلة السادة، فأرسلوا واردهم. من الوارد؟ الذي يأتي إلى البئر ليجلب الماء لسادته. فأرسلوا واردهم، ماذا صنع؟ أدلى دلوها. العرب تقول أدلى إذا ألقى الدلو، ودل إذا نزعها، ودل إذا نزعها. ويسمون من يمكث في داخل البئر ليسقي الناس يسمونه مائح، ويسمون من يأتي على شفير البئر يسمونه ماتح بالتاء. قال المرأة اليمانية تتكلم عن
جارية ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه: أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. هذا في خبر الحديبية وهو طويل، لكن المقصود أنه بعث الدلاء. لما بعث الدلاء تعلق نبي الله يوسف وهو يومئذ صبي، ربما يكون في السابعة من عمره، تعلق بالدلو، فلما رفعها من كان قد ألقاها وجد الغلام بدلا من الماء، فلا ريب أن الماء بالإمكان الحصول عليه نزعة أخرى، لكن أن يلقى غلاما وضيئا في هذا السن من غير ماء شراء. فقال: يا بشرى هذا غلام، قال: يا بشرى هذا غلام. ولذلك من له في علم التعبير، غالبا الغلام في هذا السن 7 سنين 10 سنين يعبر عنه في الرؤيا بأنه بشارة، يعبر عنه في الرؤيا بأنه بشارة، يعني في بعض في كثير من الأحوال اللهم إن لم تكن هناك قرائن تصرف الرؤيا عن هذا. المقصود قال هذا: يا بشرى هذا غلام. قد يكون هذا الوارد شخصا واحدا، لكن اللغة تحتمل أن يكون الوارد أكثر من شخص. قال: يا بشرى هذا غلام. قال رب العزة بعدها: وأسروه بضاعة. هنا أتى الإشكال. أين الإشكال؟ ما معنى قوله جل ذكره وأسروه بضاعة؟ من هؤلاء الذين أسروا يوسف بضاعة؟ قال بعض أهل العلم: قالوا إن إخوة يوسف لما القوا في غيابة الجب لم يبتعدوا حتى ينظروا ما الذي يحدث من شأنه، فلما رأوا ذلكم الوالد قد لقي يوسف خافوا أن يردوه، فعمدوا إليهم وقالوا لهم: هذا عبد أبق من سيده. يعني يقولون إخوة يوسف، يعني الرواية تقول إن إخوة يوسف يقولون لهؤلاء الذين حصلوا على يوسف وجدوه في البئر، قالوا لهم إن هذا عبد أبق من سيده، وقالوا إنهم تكلموا مع يوسف أولا بالعبرية، تكلموا مع يوسف بالعبرية التي يفهمها يوسف ولا يفهمها هؤلاء، قالوا له: سنقول لهم إنك عبد أبقت منا، فإن أنكرت قتلناك. فاختار يوسف عليه السلام أن يباع بدلا من أن يقتل. هذه إحدى الروايات نقول ممكن تحتملها الآية، لكنها بعيدة جدا فيما نذهب إليه من التفسير، لكن نقول ولأن الأكابر من قبلنا من أهل العلم ذكروها. فقالوا له هذا الأمر، فقبل يوسف على أن يباع. فيصبح معنى قول الله عز وجل وأسروه بضاعة أي أن إخوته باعوه، هذا الباب لما فتح، يعني ما فتح بهذه الطريقة دائما الأمر إذا فتحته ترى لكل أحد، لكل لواء يوجد من يحمله يزيد فيه. حتى بعض أصحاب الإشارات يقول إن يوسف عليه السلام لما علم هذا الأمر منهم وأنه سيفارقهم لا محالة ودع إخوته، فتعجب الذين اشتروه كيف يودعهم وهم يجفونه، لأنهم رأوا فيهم غلظة على القول بهذه الرواية التي نحن لا نعتمدها، لكن نقول كيف أن هذه الرواية فتحت بابا. حتى أنهم قالوا إن يوسف لما ودعهم قال لإخوته، قال: حفظكم الله وإن ضيعتموني، وأكرمكم الله وإن آذيتموني، ورحمكم الله وإن لم ترحموني. حفظكم الله وإن ضيعتموني، وأكرمكم الله وإن آذيتموني، ورحمكم الله وإن لم ترحموني. قالوا إن الأغنام وضعت أولادها، يعني ألقتها فجأة لما سمعت يوسف يقول هذا الكلام تعاطفا معه. هذه رواية جاءت على هامش القول بأن إخوة يوسف هم الذين باعوا، ونحن نقول محال في ظننا أن تكون الآية تقبل هذا، يعني في تفسيرنا لا يمكن أن يكون هذا الأمر. ما الجواب الذي نراه؟ نرى والعلم عند الله أن هؤلاء الغلمان الذين ذهبوا للبئر ليأخذوا الماء فوجدوا يوسف خافوا من أن أهل سادتهم يأخذون يوسف منهم، فكتموه وأسروه بضاعة، يعني يخفوه على أنه بضاعة، بمعنى أنهم بعد ذلك وجدوا أقرب طريق باعوا فيها يوسف. هذا القول الأول. القول الثاني. القول الثالث أن الرفقة كلهم، السيارة كلهم أسروا يوسف بضاعة. قالوا: ما معنى أسر يوسف بضاعة؟ قالوا: إن الأصل أن الإنسان إذا وجد غلاما 7 سنين يظهر عليه مخايل أنه من أهل البيوتات، يعني هيئة يوسف، جمال يوسف، بياض يوسف، كل ذلك يدل على أنه ابن بيت. فقالوا خافوا أنهم لو أنهم المفترض في مثل حقهم لو كانوا ذوي مروءة أن يذهبوا حول البئر ويسألوا ويعلمون أن هذا الفتاة ما سقط في البئر إلا لأن أهله قد مروا بهذا البئر، أو أن ديارهم أو بيوتهم قريبة من البئر، فيبحثون عنه.
فقال فمعنى قول الله عز وجل على هذا التفسير وأسروه بضع أخفوا حتى لا يأتي أحد يطلبه رجاء أن يبيعوه ويستفيدوا من ثمنه. قال ربنا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أما قول رب العزة والله عليم بما يعملون لا يعود فقط لما صنع هؤلاء، وإنما عليم بإخوة يوسف كيف ألقوه في غيابة الجب، وعليم بأولئك الواردين كيف أخذوه، وعليم بأولئك الذين باعوه أيا كان. وما المقصود من الآية؟ المقصود تعزية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعزية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام إننا على علم بما وقع ليوسف مع إخوته وأمضيناه ولم نمنعهم من أن يلقوه في غيابة الجب، ولم نمنعهم أن يباع كما يباع العبد الآبق، وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ومع ذلك آخر الأمر أذعنوا له. فأنت أيها النبي الخاتم أيها الرسول الكريم ما تراه من عناد قومك لك وإيذاء قريش لك، فإن الأمر كما انتهى بيوسف إلى أن يذعن الجميع له فإن حالك كحاله، سينتهي بك الأمر إلى أن يذعن الناس لك كما وقع. قال ربنا والله عليم بما يعملون. وشروه أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. محال أن يكون معنى الآية أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إن ثمن يوسف أعلى من هذا. هذا وين قال به بعض المفسرين لكنه بعيد. ما الجواب؟ الجواب أن يقال أن مثل هذا مثل يوسف، ليس يوسف، مثل يوسف في مثل هذا الأحوال يباع بثمن عال، لكن أولئك باعوه لأنهم أصلا لم يشقوا في جلبه، لم يشقوا في جلبه، وجدوه في بئر. والأمر الثاني أرادوا أن يتخلصوا منه حتى لا يأتيهم أهل في ظنهم لا يأتي أهله فيسألوا عنه، لأنهم وجدوه في بئر، وقد قلنا إن الأصل أنه يكون قريبا منهم. هذا على القول أنهم جميعا باعوا، وعلى القول أن الواردين هم الذين باعوا، فيصبح أولئك الغلمان الذين يخدمون سادتهم باعوا بثمن بخس دراهم معدودة حتى لا يطلع السادة والقائمين على الأمر فيعلموا أنهم قد باعوا يوسف فيشاركونهم بالثمن. هنا قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقد قيل إنه بيع بعشرين درهما ونعلين وحلة، أهو نبي الله؟ هذا هو الذي ينبغي أن ينيخ الإنسان مطاياه عنده ويعلم أن العبرة كل العبرة بمقامك عند الله، وأما الناس فهذا منصف وهذا مجحف وهذا حاسد وهذا حاقد وهذا محب وهذا كاره، لن تنال منهم إلا خير، إلا قليلا من الخير وكثيرا من الشر. ولذلك قيل وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي. والمقصود هذا الإجمال الذي يمكن أن يقال حول كلام الله الكبير المتعال. فضيلة الشيخ، وردت مفردة الدلو من خلال حديثكم، والعرب تقول الدلو سجال، نريد ترى هذا الموضوع لغويا إن أمكن. كلمة الدلو في القرآن دلو وذنوب، وكلمة سجال مفردها سجل. الفرق بين الثلاثة، الدلو يقال كان فيها ماء أو لم يكن فيها ماء، قليل أو كثير. والذنوب تسمى الدلو ذنوبا بفتح الداء، تسمى الدلو ذنوبا إذا كان نصفها، إذا كان نصفها، إذا كان نصفها، إذا كان أكثرها أو هي ملأة تسمى سجل، تسمى سجل. هذه التفريق ما بينها، إذا كانت سجل، إذا كانت ممتلئة، إذا كانت ممتلئة أو أكثرها، فإن كان نصفها تسمى ذنوب، فإن كانت بها ماء أو ليس بها ماء تسمى دلو. العرب تقول الحرب سجال. لما قالت العرب الحرب سجال، ممن قالها من حيث الشهرة؟ أبو سفيان ابن حرب، عندما كان يقود كتائب قريش في حرب يوم أحد، فلما كان ما كان من انتصار المسلمين يوم بدر وانتصر المشركون يوم أحد، وقف أبو سفيان ينادي، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يجيبه، فقال أبو سفيان مما قال: الأيام دول والحرب سجال. معنى والحرب سجال أن العرب كان يأتي ساقيان يتنازعان في الشرف والفخر، فيأتان للبئر، يأتيان للبئر، فأحدهما يلقي الدلو والآخر يلقيها، فعندما تمتلي يرفعها، فإذا كان كل منهما قد ملأ دلوه أصبح متنافسين، فإن أحدهما نكص ولم يملأ دلوه والآخر ملأها يصبح غالبا له. هذا الأمر استعير، خرج من الحقيقة إلى المجاز.
فأصبح الناس يتنازعون في الشرف، يتنافسون في ميادين كثيرة من الشرف، فيقال الحرب سجال، بمعنى مرة لك ومرة عليك، تنافس مرة لك ومرة عليك. ثم أصبحت الكلمة سائغة حتى يقال مساجلات شعرية، مساجلات فكرية إلى غير ذلك. لفظ الدلو جاء في السنة، قال محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، هذا أحد صغار الصحابة: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في دارنا. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار دار هذا الصحابي الجليل وأراد أن يجبر خاطر أباه، فشرب صلى الله عليه وسلم من الماء ثم أبقى شيئا في فمه الطيب الطاهر الشريف، ثم مر على هذا الغلام اسمه محمود وكان ابن 5 سنين، على بعد منه مج صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود ابن الربيع، كان عمره يوم ذاك 5 سنين. أراد صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول تعم البركة على وجه الصبي لأن الماء خالط فمه الرطب صلوات الله وسلامه عليه، والأمر الثاني كما قلنا في أول اللقاء جبر خاطر الآباء. ينبغي للعاقل أن يعلم أن جبر خاطر الآباء مما يقرب، جبر خاطر الآباء في أبنائهم مما يقربه إلى الناس. فأحيانا أنت تكون رجلا يظن الناس بك خيرا فيقبلون رأسك، وترى مع من قبل رأسك ابنا له، فحتى تجبر خاطره قبل رأس الصبي، فإنك إذا قبلت رأس الصبي مكث يخرج ويمشي يخبر الناس عن ذلك، وبهذا تجبر خاطر الوالد. وكما أن الابن عندما يرى أباه يقبل رأسك وقد تكون أنت أصغر منه سنا، قد ينظر نظرة فيها شيء من الغرابة لأبيه، فإذا هممت أنت وقبلت الصبي واحتفيت به أذهبت ما في نفس الصبي على أبيه. والمقصود مراعاة خواطر الناس وتحسس مطالبهم وعدم الكبر عليهم والملائمة والملاطفة معهم، هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. جاءت لفظ الدلو في شعر حسان رضي الله عنه في همزيته التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم: لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاو، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاو. فضيلة الشيخ الحديث معكم ماتع جدا، ولكن فاصل ونواصل بإذن الله تعالى هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إخرى الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم الأرجون القديم. واسمحوا لي أن أجدد الترحاب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيفنا الدائم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، لو نعود إلى نفس القصة، قصة يوسف وإخوته، قلتم بأن الآية تحمل بأن يكون أخوة يوسف الذين باعوه، إذن لو كان أخوة يوسف هم الذين باعوه هل يتحملوا إثما؟ يتحملوا إثما زائدا. الله عز وجل بيّن أن هذا من أعظم الظلم، ويدل عليه الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: يقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمته. ثم بيّن هذا إجمال، لأنه قال ثلاثة هذا إجمال، ثم أتى للتفصيل قال: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. فيضمن الحديث من حيث الصناعة الحديثية يسمى حديثا قدسيا. أما علاقته باللقاء الثاني منهما، في الأول قال جل ذكره في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه فقد خصمته، وهذا أمر متحقق، من نازع الله غلبه الله. ثم قال في الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، بمعنى أن الذي سوغ للناس أن يقبلوا قوله الأيمان والعهود والمواثيق التي أعطاها الناس بالله ثم غدر بها، فالناس قبلوا منه لعلمهم وغالب ظنهم أن أحدا لا يعطي بالله ثم يغدر، لأن من عرف الله حقا لا يمكن أن يتجرأ على مثل هذا. فقد مر معنا أن الذي سوغ للأبوين آدم وحواء أن يقبل قول إبليس أن الله عز وجل نقل عنه أنه قال لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فقال بعض أهل العلم أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة إذ لم يدر بخلده أن أحدا يحلف بالله كذبا. فهنا في أول الثلاثة قال: رجل أعطى بي ثم غدر،
يقول لك علي لك عندي عهد الله لك عندي الميثاق ويعظم الأمر ثم يغدر هذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة. الأمر الثاني وهو الذي له علاقة بما نحن فيه، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. فلو قلنا إن إخوة يوسف هم الذين باعوه، فإخوة يوسف يعلمون أن يوسف حرا بل سيد الأحرار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لو قدر أنهم هم الذين صنعوها، وقد قلت هذا بعيد، لو قدر أنهم هم الذين صنعوا هذا فيصبح الإثم تفاقم عليهم، قطيعة رحم وعقوق والد، ثم أنهم يبيعون حرا ويأكلون ثمنه ولو كان دراهم معدودة. الأمر الثالث في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. وهذا والعياذ بالله من أبين الظلم، أن يأتي الإنسان لأجير يعمل عنده ثم يأخذ منه حقه، رغبته نهمته ما المطلوب منه، ثم إذا جاء ليقاضيه ليعطيه ماله قال: أنت تركت كذا، أنت تركت كذا، أنت خرجت كذا، أنت تأخرت في ساعة كذا، أنت، حتى لا يكاد يعطيه شيئا وهو يعلم يقينا أن ذلكم الرجل قد وفى ما عليه، اللهم إلا ما لا يمكن أن يتركه أحد، التي الله جل وعلا في التعامل معه سمى اللمم، وهو الذي لا يمكن أن يتحرز منه أحد. فكل عقد، كل أحد يعمل عندك لا بد أن يكون له أمور لا يستطيع أن يتحرز منها. والحق أن مما هو مشاهد في حياة الناس في شرق العالم وغربه، في شماله في وجنوبه، في بلادنا وغير بلادنا، أن كثيرا من القصور الفاخرة، كثيرا من البيوت الواسعة، كثيرا حتى من الدور الضيقة، أصحابها عياذا بالله يوجد لديهم من الأجراء والأجيرات من العمالة رجالا ونساء من يهضمون ويظلمون حقهم. وكثير من الشركات والمؤسسات تستقدم العمالة على عقود وهمية مكتوبة مقروءة، حتى إذا جاء العامل إلى البلاد وجد شيئا غير الذي اتفق عليه. حتى لو قلنا يعني يمنى بالسكن، ثم نرى السكن غرفا موحشة ضيقة مظلمة، يعلو العمالة بعضهم بعضا فيها، إن وجدوا مكانا للطعام لم يجدوا مكانا للمأوى، وإن وجدوا مكانا للمأوى لم يجدوا مكانا لكذا وكذا، لأمور عدة. وهذا ينظر إلى حالهم قبل أن يأتوا ويتحجج عليهم بأنكم كنتم في ضيق من العيش ومسكنة وفقر، ونحن أقدمناكم إلى هنا فكونوا حامدين لله أنكم تطعمون. وهذا كله لا يسوغ أبدا أن يظلمهم من كان هذا صنيعه، وهم للأسف كثر، فإن يوم القيامة خصمهم رب العزة والجلال. وفي الحديث القدسي: ومن كنت خصمه فقد خصمته. وهؤلاء عياذا بالله، ونحن نتكلم على علم ويقين، سيجدون في حياة البرزخ ما لم يخطر لهم على بال. وبعضهم يكسب أموالا ثم يريد أن يشعر نفسه أنه على الحق، يريد أن ينفق، يبني مساجد، يقيم دورا، يعين في مواطن تبرعات وإغاثات، هذا كله لا يغير من الأمر شيء. أولا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والأمر الأجل والأهم أن ذلك ظلم بين واضح، والله عز وجل حرمه على نفسه فكيف على عباده. وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذاء الناس في مطعمهم في مآلهم خاصا بعد أن يقوموا بما ألزمتهم به، كل ذلك يقيم الحجة عليك. ولو استطعت أن تقنع السلطان، تقنع القاضي، تقنع من تريد إقناعه، فإن ذلك كله لا يسوغ لك أن تظلمه، ولن تستطيع أن تكون خصما لله، لا أنت ولا غيرك. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم بأن الآية جاء في الثنايا حديثكم قول الله تعالى: وأنا به زعيم. قول زعيم ماذا يحتمل؟ نعم، هذا صدر من آية، عجز من آية كريمة أو تذهيل من آية كريمة، لا يقال عجز إلا في الشعر. الله عز وجل قال: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كلمة زعيم، أولا مفردة زعيم أصلها زعم، وزعيم على وزن فعيل صيغة مبالغة. زعم في اللغة تأتي على معان، تأتي من أضراب خوات ظن تفيد الرجحان، تنصب الاسم أبهد والخبر ويسميان مفعولين لها، تقول زعمت الأمر سهلا، والمعنى ظننت الأمر سهلا، فيصبح الأمر مفعول به أول وسهلا مفعول به ثاني. تأتي زعم بمعنى اعتقد، قال عز جل ذكره: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. تأتي زعم بمعنى ترأس،
تقول تزعم فلان القوم، أي أصبح زعيما، أصبح رئيسا لهم. تأتي زعم في القول الذي يغلب على الظن أنه باطل. قال جرير يهج الفرزدق: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. لها باب واسع في اللغة. أما من حيث كلام الفقهاء إذا أذنت في باب الكفالة كما قلتم في المقدمة، فإن كلمة زعيم تأتي بمعنى كفيل، وهي هنا بمعنى كفيل. والكفالة عقد جائز جاء به القرآن من هذه الآية، وجاءت به السنة، وأجمع عليه الفقهاء من حيث الجملة. يوجد كفيل أي ضامن، ويوجد مكفول عنه، ويوجد مكفول له، ويوجد عين بسببها تمت الكفالة. قد تكون أحيانا كفالة مال، وقد تكون أحيانا كفالة بدن، تكون أحيانا كفالة مال أو كفالة وأحيانا بدن. تكون كفالة بدن. فكفالة مال يأتي أحد كما يحصل الآن في كثير من البيوع، فيأتي شخص صاحب المال الذي يريد أن يبيع لا يثق في المشتري، فيطلب منه كفيلا بحيث أنه لو عجز ذلكم المشتري هو يكفل، فذلك يكفله أي يغرم. ولذلك قالوا إن الكفالة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. هذا في أكثر أحواله، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. هذه كفالة مال. كفالة مال. فيصبح المدين الأصيل يصبح هذا مكانه. لكن العلماء يختلفون في هذا الباب على ما هو معروف المذاهب الفقهية، هل يطالب الكفيل أو يطالب المدين الأصيل في الأول؟ قالوا إنه مخير، إنه مخير. وبعضهم يقول لا، يبتدي بالمدين الأصيل، فإن عجز ينتهي إلى الكفيل. ينتهي إلى الكفيل. هذا كله فيما يتعلق بالكفالة في المال. نأتي للكفالة في البدن. الكفالة في البدن تنصرف إلى إحضار المكفول، تنصرف إلى إحضار المكفول. فهو يقول أنا أتكفل بإحضاره بدنا أو نفسا أو روحا أو نفسا وروحا، هذه كلها تغني. وإن قال ألفاظا لا تتم الحياة إلا بها تقبل. يعني مثلا يقول، إذا أذنت باللهجة العامية، يقول أنا آتي برأس فلان مثلا، أو قال بقلبه، أو قال بكبده، تجزي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بغير رأس، ولا أن يعيش بغير قلب، ولا أن يعيش بغير كبد. لكن لو قال آتي برجله أو بيده لا تقبل، لأنه قد ينفك الإنسان رجله عنه، هذا تحرير الفقهاء، أو تنفك يده عنه. لكن المراد بحسب الحال، بحسب النية، بحسب المقصود. هذا في كفالة البدن. لكن يشترط هنا أن يكون الإحضار البدني لا يتعلق بالبدن حد شرعي. فمثلا هذه الأمور الكفالة تقبل في هذه الأحوال، لكن عند جمهور العلماء لا تقبل في بدن عليه عقوبة شرعية. يعني مثلا الآن ترى في الناس أن المسائل المالية يوجد فيها الكفلاء، لكن لو أن شخصا عليه قصاص فلا يقبل أن يقول نطلقه بكفالة. لا يطلق بكفالة عند جمهور العلماء، قال به الأحناف، لكن لا يطلق عند جمهور العلماء وعليه العمل والفتوى بكفالة. لأنه لو لم يأتي، لو تعذر الإتيان به، لو فر، لو هرب، لا تستطيع أن تقيم القصاص على الآخر، لكن تستطيع أن تغرمه ماليا لو كانت الكفالة كفالة غرم مالي. تأتي قضية أحيانا لابد أن ننظر إلى نفس الكفيل هذا ماذا قال. فأحيانا يكون تعريف لا يكون إحضار، يكون تعريفا لا يكون إحضار. كيف يكون تعريفا؟ كيف يكون تعريفا؟ أتي إنسان إلى أحد وهو غريب عن بلدة يريد أن يشتري بضاعة، فهذا يعرف أنه يعني غلب على ظني أنه تاجر، أنه ذو مال، البائع يعني طمع في المشتري، لكنه لا يعرف المشتري، فيقول له يعني أحضر أحدا يعرف بك. فيذهب هذا إلى أحد يعرف به، فيأتي المعرف ويقول أنا أعرف فلان، اسمه كذا، رقم هاتفه كذا، يسكن في حي كذا. فهو غير مطالب أصلا، هو لم يقل أنا أكفله أن أأتي به، لكن وإنما عرف به فقط. فعندما يحصل تغير في قضية المال، يعني لم يوفي بحقه، ثم لا يستحق ذلكم البائع أن يطالب الكفيل بأكثر من أن يثبت أنه يعرف هاتفه ويعرف الحي الذي يسكنه ومكانه والمسجد الذي يصلي فيه. يقول أنا لم أقل أمامك إلا هذا، قلت لك أعرف حيه وأعرف مسكنه وأعرف مسجده وأعرف هاتفه وقد قمت به، يسمى معرفا. ولست ملزما
لا هذه كفالة مقيدة، كفالة مقيدة. لكن لو أن ذلكم البايع قال هذه لا تكفي، وهم أصلا في حال الناس الآن يعني لا يكتفون بها، قال تكفله أن تأتي به. هنا إن لم يأتي به هو يقوم مقامه ما لم يكون يتعلق الأمر بحد شرعي كما بينا. إن كان يتعلق بحد شرعي فإن جمهور أهل الفقه، جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة، لا يرون أن هذه الأمر يدخله الكفالة. نعم، نعود فضيلة الشيخ للآية وأنا به زعيم، ما المعنى وما المراد من هذه الآية؟ المراد من هذه الآية هنا قضية يوسف عليه السلام، لما أراد الله عز وجل أن يرد بنيامين إلى أخيه يوسف علم نبيه يوسف عليه السلام أن يضع صواع الملك في القافلة التي فيها إخوته، فلما مضت القافلة وانصرفت ناداها المنادي أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا أحيانا كما هو دليل على الكفالة دليل على الجعالة، الجعالة الإنسان يجعل جعلا، جعلا يعني عطية، ويعلن هذا للناس ولا يلزم أن يكون هناك عقد. هبة يعني؟ لا يسمى في الشرع جعالة. 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 معنى مثلا يأتي إنسان يفقد شيئا. يعني يفقد مفتاح داره، يفقد بطاقة هامة لديه، ويغلب على ظني أنه فقدها في الحي. فيأتي لصبيان الحي، لأهل الحي، ويقول أنا فقدت كذا، من جاء به له مثلا 1000 ريال. هنا لا يحتاج إلى أن يوقع عقدا مع أحد، مجرد هذا الإعلان له هذا يسمى عقد. الآن الذين يبحثون، هل هو ملزم؟ الذين يبحثون إذا بدأوا بالبحث أصبح ملزما، إن لم يبدأوا بالبحث له أن يتراجع، إن لم يبدأوا بالبحث له أن يتراجع. لكن إن بدأ الناس يبحثون ويتكلفون، حتى الذين يبحثون قد يأتي شخص يأتي بأربعة خمس من أصدقائه ويقول نبحث، فإن جاءت 1000 نتقاسمها ونقتسم الحي بيننا، أنت في شمالي وأنا في جنوبي وفي شرقي وغربي، طمعا في الجائزة. تنطبق هذه على بعض الإعلانات في الصحف أن هناك شخص ضايع وهناك مكافأة مالية؟ هذا هو الجعالة. يقول مثلا من لي ابن مفقود أو لي سيارة مفقودة أو فتاة صغيرة مفقودة، فمن أتى بها فله 200,000 إذا جاء بها يلزمه. لكن القضية قضية لما جاء في القرآن قال ولمن جاء به حمل بعير، فقال بعضهم هذا مجهول، هذا غير مجهول، لأنه القائلون هنا ولمن جاء به حمل بعير هم في زمانهم يعلمون البعير كم يحمل، يعلمون البعير كم يحمل، لأن هذه أشياء تجري بالعرف، لأن جرت العادة أنه ليس عندهم شيء يحملون عليه أثقالهم إلا الجمال، فيكون الأشياء قريبة على الأقل إلى حد كبير. بعض الحنابلة قال إن هذا دلالة على أن بعض الأشياء تكون مجهولة يصوغ فيها، لكن الحق ليس فيها شيء مجهول، إنما هو شيء مقارب، وقد بيّن هذا بعض المفسرين بعض الفقهاء. والمقصود من الآية كذلك فهم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم. فضيلة الشيخ ننتقل إلى موضوع آخر، قال تعالى وخروا له سجدا، هل يشمل ذلك يعقوب عليه السلام؟ هذا سؤال طرحه بعض أهل التفسير. الله عز وجل ذكر في خبر نبيه وعبده وصفيه يوسف عليه السلام في أول الآية أنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم مرت مواقف عدة متعاقبة لهذا النبي الكريم حتى آل به الأمر أن يستوي على عرشه على كرسي الملك. لما استوى على كرسي الملك جاءه إخوته، جاءه أبوه، جاءته خالته على بعض الروايات، وأمه على رواية أخرى. قال الله عز وجل عنها ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. أين الإشكال عند العلماء؟ قالوا بعيد، من قال بهذا بعيد، أن يأتي يعقوب وهو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فيخر ساجدا لابنه، فيخر ساجدا لابنه. الذين قالوا إنه خر ساجدا تمسكوا بأمرين، الأول ما ورد في أول الرؤيا، في أول الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني أمي وأبي مع إخوتي. والأمر الثاني عموم الآية، قال تعالى وخروا له سجدا، قالوا واو الجماعة تعود على الجميع، على الأبوين وعلى إخوته، وهذا الأصل عليه الجمهور. قال بعض الآخرين إن الرؤيا لا يعني أنها تحدث تفصيلا، بمعنى أن قدوم يعقوب على ابنه هذا نوع من التعظيم له،
يشمل قول الله عز وجل في الأول: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني يمكن أن يندرج أن يكون هذا نوع من التعظيم ليوسف. الذين قالوا بأن يعقوب والدة يوسف خروا سجدا قالوا إن يعقوب الأصل أنه لا يسجد لابنه. والسجود هنا سجود تحية، يعني تعظيم انحناء بسيط تعظيما ليوسف، لكنهم قالوا خاف يعقوب أن إخوته يأنف أن يسجدوا لأخيهم، فبدأ هو يسجد حتى يسجد الإخوة كما فعل أبوه، حتى كما فعل أبوهم، حتى لا تعود الأحقاد القديمة من جديد، لأنهم لو دخلوا عليه وبقيت في نفوسهم شيء وإيباء مع عفوه عنهم لن يستطيع نبي الله أن يصبر عليهم. لكنه بدأ، لكن يعقوب بدأ بنفسه حتى لا يتردد الإخوة فيسجدوا لأخيهم، فإذا سجدوا لأخيهم وأذعنوا أصبح ما صنعه يوسف معهم من العفو جرى في مجراه، لكن لو توقفوا في السجود له لغير ذلك من طرائق ومجرى ما هم فيه من حال. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسنستقبل بإذن الله تعالى في بعد الفاصل مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر وسائل الاتصال. فاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إخرى الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ. حقيقة هناك أسئلة كثيرة عبر تويتر، وأحد الإخوة يسأل: ما حكم من يجالس من يشربون الخمر علما بأنهم غير مسلمين وهو يعيش بدولة أوروبية وهم أصدقائه وزملائه في الدراسة؟ الحمد لله، الخمر أم الخبائث، ونحن نعلم أن هؤلاء لا يرونها كذلك، وإن كان حتى في النصرانية، لكن المقصود من ذلك أن المؤمن يعلم أن دينه هو جل وكل ما يملك، فإن كان ولا بد من الصحبة معهم مما يقتضيه ظروف العمل كالزمالة فيه، فلا يكون وقت أن يحتسوا أو يشربوا الخمر، أي أن وقت مقارعتهم للخمر وشربهم لها في مجالسهم وفواصلهم التي في العمل لا يجوز له ولا ينبغي أن يكون معهم البتة. هذا مما يحفظ الله عز وجل به على العبد دينه، لكن إن دنا منهم مقرب والحال تلك يخشى عليه، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليه دينه. اللهم آمين. يسأل أيضا: ما هي سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى سدرة في السماء السابعة، قال بعض أهل العلم: ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وما يرتفع إلى السماء، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن أن الحبيب الشفيع محمدا صلى الله عليه وسلم لقي جبرائيل عندها، قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأحسن من تكلم في هذا الباب العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره المسمى تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، إذ قال: إن سدرة المنتهى في المنتهى من الطهر، وقد التقى عندها أعظم طاهرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه السلام. والسدر نبت معروف في الأرض، وقد جاءت الأحاديث تدل على أنه لا يجوز قلعه، عند أبي داود بسند صحيح: من قلع شجرة سدر صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. والمقصود من ذلك أنه يأثم قاطعها إلا لحاجة، والله لما ذكر قوم سبأ ذكر السدر، قال جل وعلا: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. نعم. الأخ صالح يسأل فضيلة الشيخ: القرآن الكريم يحتوي على كلمات عرف أنها أعجمية مثل إبراهيم، كيف لنا أن نجمع بين هذه الكلمات وبين عنوان الحلقة لهذا اليوم؟ القرآن كله عربي، لأن الأصل أن الأعلام لا تترجم، فالوجود الأعلام لا تضر، لا تنزع الأمر من كونه، لا يعني لا تجعل القرآن غير عربي، القرآن عربي بنص القرآن بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذه كلها آيات محكمة. لكن من كان قبل يعرب الذي ينسب إليه العرب فقطعا لن يكون عربيا، لكن الأسماء تنقل كما هي، وقد اتفق يعني أهل اللغة على أن الأسماء لا تترجم، فأنت أي أحد مثلا من النصرانية اسمه كذا وكذا، لا يقال ما ترجمة اسمه،
وإنما ينطق اسمه كما ينطقه قومه، وينطق أسماؤنا العربية عندهم كما ننطقها نحن. نعم. أحد الإخوة اسمه عبد الله من المغرب يسأل فضيلة الشيخ، يقول يوم الجمعة في المغرب هناك مجموعة من المصلين يقرؤون القرآن جماعة جهرا بعد صلاتي الصبح والمغرب، هل هذا جائز وهل أسجد معهم؟ المغرب بلد إسلامي كبير، فيه من النخب والعلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله الكثير والكثير جدا، وهو دولة من حواضر الإسلام الشامخة في زماننا هذا، وقد طلب كثير من إخواننا وأهلينا العلم هناك وحق لهم. كونهم يقرؤون القرآن من حيث الأصل لا حرج فيه، وإن قرأوه يعني جماعة لا يوجد مانع ظاهر بين، يعني الصورة غير واضحة، لكن يقرأوا جماعة إذا كان يقصد أن أحدهم يقرأ والآخر يتم فهذا لا حرج فيه، ومحمول عليه واحد. إذا كانوا بصوت واحد يعني لا أستطيع أن أقول إنه غير جائز، لأن هذا داخل أصلا في تلاوة القرآن. وأما إذا مروا على آية سجدة فسجدوا، فإن كان هو ممن ينصت لهم يعني يستمع لهم يسجد معهم ولا حرج. والمقصود لا يحسن تفريق الناس إلا بشيء بين واضح لا نملك فيه سلطانا. نعم. معنا الأخ عبد الرحمن من بوركينا فاسو. الأخ عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن، هل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي عبد الرحمن. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخ عبد الرحمن. إن شاء الله نسلم على شيخ إمام وخطيب، نسأل الله له توفيقه والسداد. آمين. اللهم آمين. هل لك من سؤال أو كلمة أخي عبد الرحمن؟ والحمد لله قد من الله على شرب كابول في البوركينا. دائما إذا كان في الأردن القديم ترى الناس يدورون من كل مكان، كثير منهم لا يعرفون اللغة العربية، حتى كانوا نحاول ونترجم لهم. ما شاء الله ما شاء الله، أجزل الله لك المثوبة. أقول للشيخ يا منير الدنيا بالعلم والتقى، حصلت من الرحمن أكرم مرتقى. شكرا لك أخي عبد الرحمن، ولجميع جمهور قناة إقرأ الفضائية في بوركينا فاسو وفي جميع أقطار العالم وحيث ما يصلهم بث قناة إقرأ الفضائية. فضيلة الشيخ، يعني نشكرهم. نعم. شكرا جزيلا للإخوة الشيخ عبد الرحمن والإخوة الكرام الذين يسمعونني الآن في ويشاهدوننا في بوركينا فاسو. أسأل الله أن يزيدكم تقوى وورعا، ويعني يعلم الله كم أحبكم، كم نجلكم، كم ندعو لكم في صلاتنا. ونسأل الله أن يزيدكم توفيقا ومباركة وهدى وسدادا. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، الأخت نادية علي تسأل، ما الفرق بين الروح والنفس، وما الفرق بين القلب والفؤاد؟ الروح والنفس شيء واحد، إلا أن الروح إذا كانت داخل الجسد حال الحياة تسمى نفس. قال تعالى فلا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا صعدت خرجت الروح من الجسد تسمى روحا، تسمى روحا روحا. قال ربنا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا لا يقع إلا بعد عودة الروح إلى الجسد. فالروح والنفس شيء واحد. القلب والفؤاد هذه فيها شيء من التفصيل، لعل الفؤاد أخص من القلب، بمعنى شيء أمكن في جوف القلب، شيء أمكن في جوف القلب. يعني القلب وعاء أعظم، والفؤاد لبه، والفؤاد لبه هذا الذي يظهر والعلم عند الله. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، هناك من يسأل عن حكم قراءة القرآن وجعل ثوابه الميت، أعتقد جاوبنا هذا السؤال. جاوبنا، قلنا قال به بعض العلماء وإن كنا لا نراه. هل يجوز تلبية دعوة الزواج إذا كان فيها منكر، بحيث أن ابتعد عن المكان الذي يحصل فيه المنكر قدر الإمكان، مثل الاختلاط وغيره؟ المدن والدول تختلف من حال إلى حال، والمنكر لا يقر لا في القريب ولا في البعيد، لكن إذا غلب على الظن أن المنكر لا يشاهد ولا يسمع فيحضر بقدر مع تنبيه صاحب الفرح صاحب الوليمة على المنكر الذي فيه، لكن قطع العلائق مع الناس وهجرانهم بالكلية ليس من الدين. نعم.
الأخ محمد يسأل: هل يجوز أن أجاهد في سوريا مع العلم بأن أمي غير موافقة وأنا من أهل سوريا؟ من أهل سوريا ساكن في سوريا؟ أنا ما أعتقد، لا لم يذكر أنه ساكن في سوريا أم لا. إذا كان في سوريا أعانه الله على ما يلاقي ويجتهد قدر الإمكان، وأما إن كان خارج سوريا فنقول له أطع أمك والأمور هناك، أسأل الله أن ينجي المؤمنين منها إن شاء الله. الأخ ياسر يسأل: يقال أن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يكون الرجل قائم يصلي إلا استجاب الله له، فكيف يكون ذلك والصلاة بعد العصر؟ نعم، الحديث قائم يصلي بمعنى قائم يدعو، يصلي هنا بمعنى يدعو. بمعنى يدعو، وأكثر أهل العلم على أن هذه الساعة قبيل الغروب، وقال بعضهم حال رقي الإمام المنبر، وقال بعضهم بعد الصلاة، وقالوا بعضهم قبلها، يعني الأقوال فيها كثيرة، لكن كما قلت أكثر أهل العلم على أنها قبيل الغروب، والحديث وهو قائم يصلي أي وهو قائم يدعو. نعم. ما هو الواجب فعله على طالب العلم؟ أمور كثيرة: إخلاص النية، مدارسة العلم مع من يغلب على الظن أنهم ذو كفاءات في العلم، تفقد المكتبة الإسلامية بين الفينة والفينة، يرى ما قدم إلى الساحة الإسلامية من كتب، يتوخى الثقات من أهل العلم، يأخذ عنهم، يصاحبهم، يلازمهم، كل ذلك بإذن الله يجعل منه رجلا ترمقه الأبصار إذا كبر واستمر. استأذنك في اتصال هاتفي فضيلة الشيخ، معنا الأخ سعد من السعودية. الأخ سعد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور، حياك الله، تفضل بسؤالك أخي سعد. حياك الله أخ سعد، يا أهلا. الشيخ عندي سؤال بالسيرة النبوية. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والدرع كانت مرهونة عند يهودي. نعم. وكان قبل وفاته تصدق بتسع دنانير أو عشر، فكيف الجمع بينهم يعني تصدق والدرع مرهونة؟ نعم. شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بتسعة دنانير قبل أن يموت، هذا عليه كثير من أهل العلم، يعني منقول كما في سيرة ابن إسحاق وفي غيرها، وأبقى الدرع مرهونة صلى الله عليه وسلم، ثم فك قيدها، أي فك قيد الدرع المرهونة. لا تعارض في الأمرين، غلب على ظني صلى الله عليه وسلم أن آله بعد ذلك سيردون الدرع إليه، يعني إلى أهله، ليستفاد منها في سبيل الله، ويقومون بسداد ما على مال اليهودي له عنده من مال، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ في إهالة من شعير أرادها لأهله صلوات الله وسلامه عليه. وما نستسأل فضيلة الشيخ، قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر، من السائل المقصود به هنا؟ قال بعض العلماء: السائل الذي يسأل إما عن العلم وإما عن الطريق، وقال بعضهم: السائل هو الذي يطلب المال، يعني يطلب الحاجة، يطلب الطعام، والأظهر والعلم عند الله أنه يشملهم جميعا، يشملهم جميعا، لكن لن يكون غالب الظن أن هذا السائل مما هو مستحق للعطاء، لكن كثر في زماننا من يتخذ ذلك سلما للأباطيل والكذب والخداع على الناس، فهؤلاء ردهم ليس فيه إثم. نعم. فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة تردد كثيرا عن كذبة إبريل، وهناك الكثير من يتناقل ذلك عبر وسائل التواصل، عبر الواتساب وخلافه، ما حكم ذلك؟ قطعا لا يجوز، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذابا، لا في قليل ولا في كثير. وأبو سفيان يوم أن دخل على هرقل في ملكه في السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة مع قريش بعد صلح الحديبية، جمعهم هرقل وقال: من أمس الناس بهذا النبي؟ فقال أبو سفيان: أنا، لأنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فجعله هرقل أمامه وطلب من بقية قريش أن يكونوا وراء أبي سفيان، وقال لهم: إني سأسأله، فإن كذب فردوا عليه، فإن كذب فردوا عليه. وكان هرقل داهية، لم يجعلهم أمامه حتى لا يهبوه، جعلهم خلف أبي سفيان. قال أبو سفيان: والله لو كذبت لما ردوا علي، لكنني لا يمكن أن أكذب فتعد علي كذبة. قال أبو سفيان هذا الكلم وهو يومئذ لا يرجو جنة ولا يخشى نارا ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكذب المؤمن حين يكذب وهو مؤمن. فإذا شاع في الثقافة الغربية ما يعرف بكذبة إبريل، فلا ينبغي للمؤمنين أن يقلدوهم فيها، لا في قبيل ولا في دبير. والأمة ينبغي أن تنأى بنفسها عن الثقافة الغربية الصرفة
التي ليس وراءها إلا الضياع. أما ما وجد عندهم من ثقافة فيها نفع للناس فهذه لا حرج، فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذها. لكن ما يتعلق بثقافتهم الحياتية كالكذبات وبعض الطرائق المعروفة التي تتعلق بالمجتمع الغربي صرفا مما لا يتعلق به قوام دين ولا دنيا، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يسعى فيه البت. نعم، معنا الأخ أحمد من السعودية. الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك أخ أحمد. لي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لليمين الغموس، إذا كنت أقسمت يمين غموس في كثير ما هي الكفارة؟ جميل. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لتأخر الإنجاب مع الأخذ بكل الأسباب الطبية والدعاء ولسه تأخر الإنجاب. جميل. معنا الأخ عبد الرحيم من إيطاليا، تفضل أخي عبد الرحيم. أخي عبد الرحيم من إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك أخي عبد الرحيم. أريد أن أتقدم للشيخ بسؤال. تفضل. سؤالي هو أنني مقيم بإيطاليا وأشتغل بمصنع ينتج مرتديلا الخنزير. نعم. سؤالك. أعرف ما موقف الإسلام في هذه. شكرا لك أخي عبد الرحيم من إيطاليا، ونرحب بجميع مشاهدينا من إيطاليا. فضيلة الشيخ، الأخ أحمد من السعودية كان له سؤالين. السؤال الأول يسأل عن اليمين الغموس. اليمين الغموس أحد الأيمان الثلاثة. الأيمان ثلاثة: يمين لغو لا يتعلق بها إثم ولا يتعلق بها كفارة، ويمين منعقدة وهذه يتعلق بها الكفارة المنعقدة. أي اليمين الثالثة التي سأل عنها هي اليمين الغموس. أولا أن الإنسان عياذا بالله يحلف على شيء قد مضى بخلاف ما يعلمه، يعني إذا كان قد وقع يحلف بالله بأنه لم يقع، وإذا كان لم يقع يحلف بالله أنه قد وقع، أو يحلف بالله على صفة يعلم أنها غير موجودة فيما أقسم عليه، أو يحلف بالله على صفة هي موجود هي غير موجودة على أنها موجودة. وأمثال ذلك. هذه من كبائر الذنوب، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وليس لها كفارة إلا التوبة والندم. وإن تعلق باليمين التي قالها مظلمة لأحد ينبغي أن يسعى جاهدا في أن يرفعها عمن ظلم، ليس لها حل طريق ولا سبيل أن ترفع عنه إثمها إلا أن يندم ويتوب وليعلم أن الله يقبل التوبة. نعم. أما سؤاله الثاني كان الإنجاب تأخر الإنجاب، فإنني قد قلت مرارا أن الإنسان يقول في سجوده 40 مرة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يقولها في سجوده 40 مرة في صلاة تكون نافلة، لأن الأصل في صلاة الفروض أن يصليها الإنسان في جماعة ويكون إماما محكوم بمن حوله. فضيلة الشيخ، النية. النية على أنها دعاء ويريد بها أن يكشف الله عز وجل عنه الضر الذي به، لأن تأخر الإنجاب نوع من الضر. والله عز وجل قال عن عبده زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال بعدها: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ونحن إلى الآن ولله الحمد والمنة إلى الأسبوع الماضي قابلت رجلا والله لا أذكر في الطائرة أو في مكان كذا، فقال: بس أريد أن أقول لك أنني مكثت سنين وذهبت إلى دول، ثم أكرمني الله بأن قلت هذا الدعاء، وأبشرك أن زوجتي حامل. ما شاء الله. وقد قلت مرارا أنني لقيت رجلا له 13 عاما أو 16 عاما، وقال: لم يبقى بلد يعني فيما يعرف بالطب ما يغلب على الظن أنه يوصل إلي حتى وصل، ثم أكرمه الله عز وجل بأن رزقه الذرية. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ عبد الرحيم من إيطاليا سأل بأنه يعمل في معمل أو أعتقد مصنع يصنعون الخنزير، ما هو الموقف؟ يصنعون ما يتعلق بالخنزير. الخنزير محرم بالإجماع كتابا وسنة وإجماع، والإجماع مبني على الكتاب والسنة. الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلا ينبغي للمؤمن أن يسعى في هذا العمل لا من قريب ولا من بعيد. أيها الأخ الكريم، أنت اسمك عبد الرحيم، وما دمت عبدا للرحيم فإن الرحيم جل جلاله سيرحمك، فاترك هذا العمل من ساعتك هذه ولا تتردد ولا تقبل أن تقول حتى أجد عملا آخر، اتركه البتة
وكن على يقين بأن رب العالمين سيدر عليك الرزق وسيكتب لك الفرج، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. استأذنكم في فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، وحلقة هذا المساء مشاهدينا الكرام قرآنا عربيا. فضيلة الشيخ، الرؤيا وحياة الأنبياء، هل من شواهد قرآنية أو حديثية حول هذا الموضوع، موضوع الرؤيا؟ الرؤيا أستاذ وائل تتعلق بالملك، ثمة ملك يطلعه الله عز وجل على اللوح المحفوظ، ثم إنه يرى ما كتب الله عز وجل لذلك الذي رؤي له، ثم يضرب ذلك لذلك مثلا فيراه. ومن تأمل سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجد أن للرؤيا تعلق بها، تعلق ظاهر بحياته. قال الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، ونبئ في شهر رمضان، ولد في شهر ربيع الأول ونبئ في شهر رمضان. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة، متى تمت 40؟ في ربيع الأول، وهو لم تنزل عليه القرآن إلا في شهر رمضان. ما بين ربيع الأول إلى رمضان كانت القضية قضية رؤى. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب بدء الوحي، قال: أول ما بدأ به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا تقع كفلق الصبح. هذا تشبيه بليغ معجز. فكان صلى الله عليه وسلم أول أطوار نبوته، أول أيام نبوته بدأت بأن الملك يهيئه للأمر العظيم، بأن يرى الملك، بأن يرى الوحي، بدأ من شهر ربيع الأول إلى رمضان تتعاقب الرؤى عليه فيراها مثل فلق الصبح، فأصبح جسدا وروحا صلوات الله وسلامه عليه مهيئا بعد ذلك شيئا كبيرا أن يرى الملك. فرأى الملك حقيقة وعيانا، وبدأ الوحي ينزل عليه ويتتابع حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أمته بعد ذلك أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فأصبح الناس بعد ذلك يعلمون أن لله عز وجل جند، وجنود الله تبارك وتعالى كثر لا يعلمها إلا هو. من جنود الله قطعا الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لما ذكر الله يعقوب قال يوسف قال: إني رأيت 11 كوكبا، ولما ذكر خليله إبراهيم قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. ولما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة رؤى له عليه الصلاة والسلام كان يراها فتقع كما يرى. هذا قبل نبوته، وبعد نبوته صلى الله عليه وسلم رأى عائشة في رؤيا ثم تزوجها، ورأى المدينة يهاجر إليها ثم هاجر في رؤيا ثم هاجر إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم ثلمة في سيفه فكانت استشهاد عمي حمزة بن عبد المطلب. ورأى صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر فكان مقتل أصحابه 70 في أحد. كل ذلك كان عن طريق الرؤيا. ورأى صلى الله عليه وسلم أباه آدم، ورأى إبراهيم وولدان المسلمين حوله، ورأى الزواني والزانيات في الرؤى. كل ذلك تم عن طريق الرؤيا. فالرؤيا حق من الله عز وجل، لكن في زماننا لما كثر من يتصدر للتأويل دون علم أكثر الناس عليهم التساؤل. فلما أكثر الناس التساؤلات، وهؤلاء بعضهم وليس كلهم فيه نوع من المجازفة والجرأة على التأويل على التعبير، فانتشرت تأويلات الرؤى. فلما لم تقع كما قالوا أصبح الناس في أمور لا يستطيعون الانفكاك منها، كل منهم يرفع راية ويدعي قولا حتى آل الأمر إلى ما آل إليه. كيف نربط ذلك بقول الله تعالى فضيلة الشيخ: لولا أن رأى برهان ربه؟ هذه قضية غير الرؤيا. لولا أن رأى برهان ربه جاءت في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآية تتحدث عن تعلق امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وافتتانها به، ولم يكن إنكار النسوة لأنها أرادت أن تصل إلى مرادها من يوسف باعتباره رجل، لكن إنكار النسوة كان من باب أنها امرأة ذات منصب رفيع، كيف تقبل أن تأتي خادما يعمل عندها؟ يعني هذا كان وجه إنكار النسوة.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه. أما قول الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإن أهل التأويل أهل التفسير اختلفوا فيما هو البرهان. فبعضهم يقول إنه رأى أباه يعقوب متمثلا له عاضا على إصبعه كأنه نادم، وبعضهم قال إنه وقع كذا وكذا، لكن كل ذلك منقول عن إسرائيليات لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها. والأصل أن القرآن أخفى ما هو البرهان، أخفى ما هو البرهان. لما أخفى القرآن ما هو البرهان لم يكن لنا سبيل إلى أن نعرف ما البرهان الذي أظهره الله عز وجل لعبده يوسف حتى انثنى عن هذا الأمر. وقد صرف الله عز وجل عنه ذلك الأمر بالكلية، ولم يكن منه هم البتة على قول جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يقول هي خواطر دارت في خلده ثم عصمه الله، واحتج بأن الله عز وجل قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، قالوا هذا يحتاج إلى نوع من المدافعة. لكن الأمر لا يمكن أن يقبل جزئيا حتى لا يتهم أحد بأنه من المفسرين أو من غيره من تطرق لحياة الأنبياء. ينبغي أن يعلم أن يوسف صديق وفي الذروة العليا من العفاف والطهر والنقاء، وأنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقع منه ما يقدح في دينه ولا مثقال ذرة. زكاه الله عز وجل بقوله إنه من عبادنا المخلصين، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإبليس يقول عن نفسه، إبليس يقول عن نفسه إن ذكر أنه ليس له سلطان، ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. فلما زكى الله نبيه بأنه من عباد الله المخلصين انتفى تسلط الشيطان على نبي الله يوسف. ولقد شهدت المرأة أن يوسف لم يؤذيها ولا مثقال حبة خردل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه شهادة المرأة صاحبة القضية. نعم. هل الملك تمثل في شخص سيدنا يعقوب فضيلة الشيخ؟ قال بعض العلماء بهذا لكن أظنه يثبت. نعم. ننتقل إلى المكالمات الهاتفية، ومعنا مكالمة هاتفية من فرنسا. الأخ عماد من فرنسا تفضل. عليكم يا شيخ. أخي عماد يا شيخ. حياكم الله. السلام عليكم. هو موضوع وفي سؤال، بارك الله فيكم. أنا أعمل كمهندس في الإعلاميات وأعمل مع شركة خدمات في هندسة الكمبيوتر. هذه الشركة ترسلني إلى عدة مهمات في شركة أخرى لمدة 3-4 إلى 6 أشهر. أرسلتني هذه الشركة مؤخرا إلى مهمة عند شركة تقوم بإنتاج برنامج ضخم من حيث البنية، وهذا البرنامج مختص في التأمين الصحي والتأمين الحياة. السؤال أخي يا شيخ. نعم واضح. هل راتب الشاري الذي تعطيه للشركة الأصلية التي أشتغل عندها يكون حلالا أم حراما؟ والسؤال الثاني، هل مهمتي هذه تكون جائزة أم لا تجوز؟ وجزاكم الله خيرا. لا يظهر لي أن هناك مانع فيما أنت فيه، العمل تقني بحت، وإن شاء الله تعالى لا تأثم، وراتبك بإذن الله حلالا طيبا. شكرا أخي عماد من فرنسا. معنا أم خالد من أمريكا. أم خالد تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أم خالد. تفضلي الشيخ يسمعك يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أم خالد تفضلي. أسأل سؤال، لأنه أنا متابعة جدا للمحاضرات والدروس اللي حدثت تقدمها لنا، وعادة في بداية المحاضرات عادة تصير دعاء حضرتك تحكي، أو بنهاية إنه مثلا نقوم من مجلسنا هذا مغفورا لنا مغفور الدم. فهل نحن لأنه إحنا مش موجودين بالمحاضرة فعليا بجسمنا، بس موجودين بنسمعها على اليوتيوب أو على الكمبيوتر كذا، هل إحنا بنوبنا هذا الأجر؟ هل توصل إجر هذا لنا في المسجد؟ نعم يا أم خالد، يعني مثلاً إن شاء الله وتعالى في المسجد وبتعطي محاضرة وأنا بسمعها دائما بتابعها من دروسك على الكمبيوتر وعلى اليوتيوب، إن شاء الله وتعالى يشملكم الأجر. لأنه لو فرضنا أن غيرك وحاشاك جلس على منكر يراه، أغاني ماجنة، أفلام هابطة، أمثال ذلك، وأخذ يتابعها، فإنه قطعا إذا قام يبوء بالإثم، يبوء بالإثم مثل الذين تحملوا وزرها وكبرها وشدوا بها أو مثلوها. وكذلك من يجلس خلف الشاشات بنية صالحة يريد أن ينهل من معين القرآن أو من رحيق السنة
لأي أحد من العلماء سواء كان من بلادنا أو من غير بلادنا، من الشرق أو من الغرب، عالم مسلم يذكر بالله، يذكر برسوله صلى الله عليه وسلم، فتأتين أنت، يأتي غيرك أمام الشاشة يتابع خلف، سواء كانت شاشة تلفاز أو شاشة جهاز كمبيوتر أو غيرهما، ويتابع وكله رغبة في أن ينتفع، فهذا إن شاء الله تعالى ينصرف مغفورا له كما ينصرف من كان حاضرا عين الحلقة. نعم، معنا الأخ بندر من السعودية. الأخ بندر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير زادكم علما، في سورة يوسف ذكر أن الشاهد عندما قال في الآية الكريمة ذلك من كيدكن إن كيدكن عظيم، ومع أنه كانت في امرأة واحدة، لماذا جمع؟ يعني ما ممكن تشرح لنا هذه المعنى؟ مع أنه سيدنا يعقوب عليه السلام لما بيكلم إخوة سيدنا يوسف وقال بينصح سيدنا يوسف بيقول له يكيدوا لك على إخوة سيدنا يوسف. تسمع الإجابة أخي بندر. السؤال واضح، الكيد وإيصال الأذى للغير خفية. إيصال الأذى للغير خفية. والله عز وجل قال عن نبيه يوسف في قضية إن من كيدكن، قال ربنا جل وعلا واستبق الباب وألف يا سيدها، واستبق الباب وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى، من الذي رأى؟ زوجها السيد العزيز. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني هذا العمل ليس مما تولاه يوسف ولا صنعه، إنه من كيد النساء، من كيد النساء، من كيد النساء. اشتهر عن النساء الكيد قبل هذه الحادثة وبعدها، يعني فعزيز مصر يتكلم من منطوق ثقافي، من منطوق ثقافي، وهو أنه عرف عن النساء، ويقولون يعني أظن هذا مقبول أو غير مقبول، لكن يقولون أن إبليس خرج بثلاث بضائع، خرج بالحسد وبالكذب وبالكيد، فالحسد اشتراه العلماء، فلا يوجد أحد يعني في مجتمعهم حسد مثل العلماء، والكذب اشتراه التجار، فالتجار فيهم الكذب ظاهر، يبيعون بالأيمان، والنساء اشترين الكيد، فلا يوجد الكيد كما يوجد عند النساء، وإن كان يوجد فيه عند غيرهم. نعم. هناك سؤال فضيلة الشيخ، هل سيدنا يوسف تزوج زليخة؟ غير صحيح، يعني يقال هذا، يذكره المفسرون، بعض المفسرين يذكره، لكن فارق السن لا يأذن بهذا، لكن لا يوجد أمامنا أو عندنا نقل صحيح أن نبي الله يوسف تزوج هذه المرأة. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يسأل هل هناك دعاء للإفراج عن السجناء مرتبط بالسورة؟ بالسورة نفسها لا أعلم شيئا يدل على ذلك، لكن الإنسان إذا كان في غرب، في كرب أو غم أو هم، فلجأ إلى الله لجوءا حقيقيا مضطرا به، وكان مظلوما حقا، فإن الله عز وجل يفرج عنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن يونس عليه السلام كان وقتها مرهونا في بطن الحوت، فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نجاه الله. فأعظم ما يمكن أن ينجي من السجن إذا كان الإنسان مظلوما أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن إن كان الإنسان ظالما فإن هذا لا يغنيه إلا أن يشاء ربي شيئا. نعم. الأخت حور تسأل هل يرد لفظ القتال في القرآن بمعنى الدعاء؟ القتال بمعنى الدعاء حاليا لا أستحضره. لا أعلم أن القتال ورد في القرآن بمعنى الدعاء في ساعتي أو لحظتي هذه. نعم. قد يوجد لكني لا أذكر الآن في أن القتال ورد بمعنى الدعاء في القرآن. أستأذنكم في الأخ عبد الناصر من لبنان. الأخ عبد الناصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. لو ترفع صوتك قليلا أخي عبد الناصر تفضل بسؤالك. شيخنا عندي سؤال عن حديث يتداول بين المشايخ في لبنان، أنا بلبنان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجاور يهودي، كان يضع بعض القذارات على باب الرسول والرسول يشيل الفتحة الشريفة
وبعدين قال الرسول لما مرض اليهودي راح زاره. فالحديث هذا صحيح أو حديث موضوع؟ نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار يهوديا وأسلم على يديه صلوات الله وسلامه عليه ابن ذلك اليهودي، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان عليه الصلاة والسلام يبتاع من اليهود كما مر قبل قليل في الحلقة أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في إهالة من شعير، كان صلى الله عليه وسلم قد أتى بها إلى أهله. أما قضية أنه كان يضع ما يمكن أن يوضع يعني أمام منزله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يصح، وهو حتى لو صح سندا يبعد، لأن العزة وقتها للمسلمين في المدينة، ولا يمكن أن يتجرأ اليهودي وهو ساكن من أهل الذمة على أن يأتي إلى رأس الملة وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم في مدينته ثم يضع ما يضع أمام داره دون أن يناله بذلك عقابا، هذا بعيد جدا ولا أظنه يصح سندا. ولو صح سندا فرضنا لا يمكن أن يصح متنا، يعني قد نجد احنا بعض الروايات يحسنها بعض العلماء لأن طرائق التصحيح والتضعيف تختلف من عالم إلى آخر، وإن كان هم متفقون في الجملة على طرائق محددة، لكني لا أعلم هذا الحديث صحيحا حتى ساعتي هذه. لكن أنه صلى الله عليه وسلم زار يهوديا، نعم زار يهوديا وأسلم كما قلت قبل قليل ابن ذلك اليهودي على يديه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أباه قال له يا بني أطع أبا القاسم، لأن الابن كان في مرض موته وعاده عليه الصلاة والسلام. وقد كان له عليه الصلاة والسلام بعض جيران من اليهود كما تدل عليه مجمل السيرة، لكن اليهود بعضهم قتلوا مثل بني قريظة وبعضهم أجلوا مثل بني النضير، ولم يبق إلا أفراد وآحاد معدودين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم سلطان ولا شوكة حتى يتجرأ أحدهم فيضع شيئا مما يوضع بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. الأخ أحمد يسأل هل اسم الله الأعظم هو الحي القيوم؟ مسألة ليس فيها نص قاطع. قال كثير من المفسرين إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، أحتج بقول الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقبلها في سورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال جل وعلا كذلك في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. ونحن نذهب والعلم عند الله إلى أن اسم الله الأعظم هو الله الواحد القهار، والعلم عند الله. فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة ونحن تحدثنا اليوم عن موضوع هام جدا قرآنا عربيا، كان هذا هو موضوع الحلقة، وتحدثنا في مجمل الحديث عن قصة يوسف، ما يستفاد من هذه القصة في دقيقة لو تكرمتم؟ عبد اتقى الله في سائر أحواله فأكرمه الله في مآله. يوسف عبد اتقى الله في سائر أحواله فأكرمه الله عز وجل في مآله، هذا في الدنيا، وما عده الله له في الآخرة أعظم. وقد قال عليه السلام كما أخبر الله عنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل من مرهوب يراد أن يقع ومرهوب يراد أن يدفع إنما يقع بالتقوى والصبر كما أخبر الله. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من الأرجون القديم. شكرا لك. شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأرجون القديم، نلتقي بإذن الله تعالى بكم في الأسبوع المقبل. نأمل تواصلكم أيضا على وسائل التواصل الفيسبوك وتويتر، وستجدون هذه الحلقة موجودة على موقع القناة على الإنترنت. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.